إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من صباح اليوم مباشرة من الدار البيضاء، بالضبط من سوق الجملة. فالآن حنا متابعينا الكرام صدد القيام جولة في هذا السوق هذا ديال الجملة، نتعرفوا على الثمن ديال البعض من الخضر، شحال ديال الثمن ديالو، وكذلك نشوفوا الأجواء. إذا صباحكم مبروك متابعينا الكرام، مرحبا بالجالية المقيمة في إسبانيا السي أحمد، مرحبا بك خويا، صباحكم مبروك. دائما معكم مباشرة. بالنسبة للأخ أحمد، حنايا الآن مباشرة من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء مارشي كريو. دائما معكم متابعينا الكرام من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء. إذا فكيف كتعرفوا متابعينا الكرام على أن سوق الجملة اللي كيتعتبر واحد من أكبر الأسواق للجملة في بلادنا الحبيب. فالحمد لله كنشوفوا هذا الخير هذا اللي عطانا الله، الحمد لله دائما على هذه النعمه ديالنا. والله يرفع لنا هذا الوباء هذا ان شاء الله متابعينا الكرام، نطلبوا من الله باش يرفع لنا يرفع علينا هذا الوباء هذا. شحال دايره الفلفله عميم؟ 5 دراهم. الفلفله 5 دراهم. ودائما معكم متابعينا الكرام مباشرة من الدار البيضاء بسوق الجملة. اخ برناوي تبارك الله عليك خويا، الله اللهم ارفع لنا هذا الوباء. امين اخويا وصباحك مبروك. شن شايا باك نشوفوا هذا الخير اللي عطانا الله، ما علينا الا الحمد لله ونشكروه على هذا الخير هذا اللي عطانا. الحمد لله عندنا الخير في بلادنا. فكيف كتشوفوا معنا الحمد لله فكاين الخير. فكيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، احنا دائما معكم من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء. اخ ودرار صباحكم مبروك.
إذا المتابعين الكرام فدائما معكم مباشرة من مارشي كريو. بشحال بصلة أميم؟ بشحال بصلة؟ 46 بصلة ب 46 ريال. تخيز تخيز أخو تخيز أخو سين سميدريال بلاطو صندوق فخيزو سميدريال صندوق صندوق كامل سميدريال فكيف كتشابهوا معنا مشابعين الكرام دائما معكم مباشرة من الدار البيضاء بسوق الجملة اللي كانت تواجدوا فيه بصدد قيام بجولة والمعرفة ديال بعض ديال الثمن ديال بعض الخضروات. فالاخ اللي كيقولنا نتكلموا على الاثمنه فعلاش بغيتي تسول نسولوا لك الاخ. اشنو بغيتي؟ ودائما معكم متابعينا الكرام من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء. فكيف كتشوفوا الحركة الناس اللي كيبغونا نسولوا على الاثمنه فغادي نسولوا لكم على الاثمنه. نجيب شمال ليمون عصير وشكرا نعطي شرب بطاطا نبداو بالعنب. فكاين الاخوه اللي كيتسائلوا على الثمن ديال العنب نبداو بالعنب هو الاول. خويا شحال العنب لحقتك؟ العنب 8 اه 8 دراهم ونص. فبالنسبه للاخوه اللي كيتسائلوا على الثمن ديال العنب 8 دراهم ونص. بطاطا هام القراه شي عند واحد مول الخضره ونسولو على الثمن حتى هو ديال الخضره اللي كاينه هنا. السلام عليكم. خويا شحال الخيار؟ الخيار ب4 دراهم. هاد السلاوي هذا السلاوي 6 دراهم 5 دراهم. بالنسبه لمتابعينا الكرام فكيف كنشوفوا ف كنظن باللي الثمن في المتناول. فكاين الاخوان اللي سولونا شي على الليمون ديال العصير ها هو قريت قبيله شي حاجه على الليمون. شحال الليمون اخويا؟ 10 دراهم. فالثمن ديال الليمون هو 10 دراهم. بالنسبه للاخوان اللي سولونا على البطاطا شاي غادي نسولوا على الثمن ديالها. شحال البطاطا اخويا؟ شحال البطاطا؟ 70. بالنسبه للاخوه اللي سولونا على البطاطا فالثمن ديالها 7 دراهم في اطار اننا نلقاو مول مطيشه نسولوا عليها شاية. اذا المتابعين الكرام معكم دائما مباشره من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء. ها هي مطيشة، الإخوة اللي كيسولوا على مطيشة. شحال مطيشة خويا؟ 6500 3000. شحال الكيلو تقريبا؟
بلاش قريبه من شحال؟ 7800. شحال الصندوق هذا؟ 3000 و500. فالصندوق ب 3500 درهم. فيه 28 كيلو. إذا المتابعين الكرام كنتوا معنا في جولة بمدينة الدار البيضاء بالضبط من سوق الجملة. إلى اللقاء.